السلام عليكم. توجه في الواقع، توجه جديد ظهر في الصف الإسلامي، له تأثر واقتداء بعالم من علماء المسلمين، وهو ربيع المدخلي، ربيع بن هادي المدخلي، أحد علماء مكة. والرجل لا شك في علمه ودرايته، وقد زكاه العلماء في فترة، وشهد له بأنه من علماء الحديث دراية ورواية. ولكن الإشكال دخل عليه من هذا الباب، فصار بعض أتباعه ينقلون له أقوال بعض العلماء والدعاة، فوقع في تجريحهم، فانشغل بهذا عن العلوم الأخرى، فلم يسلم أحد منه إلا من عصم الله من دعاة وعلماء، وأتباعه يعتقدون فيه العصمة وأنه معصوم لا يخطئ، وأما غيره فمجرح فيه مقال، وعليه لا يؤخذ الدين من غيره إلا هو فقط، أما غيره فمطعون فيه. فالمداخلة نسبة إلى هذا العالم، أغفر الله له وعفى عنه. وصار العلماء الآن يحذرون من هذا المنهج المنحرف، لأنه منهج منحرف، لأن القوم يدعون أنهم ينصرون السنة وينصرون النهج الصحيح، ولكنهم واقعون في أعراض خيرة الأمة، في أعراض من؟ في أعراض العلماء والدعاة. ما فيه واحد سالم. من ستذكر لي من العلماء والدعاة؟ مجرح عندهم، محمد حسان مبتدع، أبو إسحاق منحرف، شكون آخر؟ أي واحد، أيوة، أئمة الحرم نفس الشيء، ما في واحد سالم، ما في واحد سالم منهم. ما عندهم انشغال إلا بتتبع الزلات، بل واختلاق الزلات. قال فلان في كتابه الفلاني، وقال فلان في شريطه الفلاني، وقال فلان في موقعه الفلاني، وانشغلوا بالردود، هذا رد على هذا وهذا رد على هذا، فلا هم لهم إلا هذا. فمثلا لو أن إنسانا صار من أهل الصلاة بعد أن لم يكن من أهل الصلاة، ثم صار من أهلها، عوض أن يعلموه دين الله من وضوء وطهارة وكيفية الصلوات، ويعلمون النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أسلم الرجل من أصحابه يقول خذوا أخاكم فعلموه القرآن، لا، أول من ما يبدأون به إياك أن تسمع لفلان، ما تسمعش لفلان، وما تسمعش لفلان، ولا تقرأ لفلان، يعني من دوامة المعاصي إلى دوامة أعراض الناس، نعوذ بالله. هذا منهج منحرف يشبه ما قال الله تعالى عنه: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذا هو مذهب المداخلة، خاصة علماء مصر، ما فيهم واحد إلا الرسلان فقط، هما واحد من الناس مداخلة وناس رسلانيين، يعني عوضا ينشغلوا بهموم الأمة وأن يسعوا في إصلاحها ورد العصاة إلى الله، لا، لاهين بمن؟ بالعلماء والدعاة، هذا شغله. عجيبة، تركوا أهل الإفساد والفساد وانشغلوا بأهل الصلاح والإصلاح، حتى قال بعضهم هؤلاء الدعاة أخطر على الأمة من اليهود والنصارى. اللهم عافنا. هذه فرقة المداخل موجودة في تونس،
وطبعا يقول لك احنا سلفية، هذا لون من ألوان السلفية، متري كولور، هي ثلاث ألوان. هاي أمة الإسلام بشرى، إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.